شو نرجع الشام؟ لا عم بفكر ضل هون. إذا ممكن بس توصلني لعند بابا على المطعم. إذا بدك رجع على الشام أنت، أنا بكرة برجع بالبولما. بدك تنامي هون؟ إيه بدي أنام هون. طيب ليكي، أنا رح روح نام بالأوتيل اللي نمت فيه الأسبوع الماضي، ماشي حاله منيح، ومن بكرة الصبح بنرجع سوا. جود أنا خجلانة منك، بعرف إني لبكتك معي، بس جد إذا بدك رجع على الشام وأنا بكرة بسافر بالبولما. لا، إجينا سوا بنرجع سوا. بعدين أنت ما لبكتيني، أنا اللي اتطوعت وعرضت عليك إجي معك، قلت برافقك على الطريق. هلا المهم شو بدنا بالحكي؟ أنا المجنبو ما بعرف وينها، يعني عم لف هيك بالشوارع، فأنت بدك تدليني. إيه، روح ساوي. ساوي؟ شارك هذا المنشور واشترك في القناة مجاناً للدخول أو لزيادة فرصتك في ربح قرعة شوف دراما لرمضان 2018.